السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الثور. برج الثور اللي دايما هيكون باذن الله ربنا هيجعل لهم في كل خطوه سلامه، ويجعلهم دايما من الصابرين المبشرين بالخير. النهارده التاريخ يا برج الثور 8 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين، بس انت كل اللي عليك تركز معايا كويس جدا في الفتره دي علشان هيكون عندك تغيرات ايجابيه وعندك فرحه طال انتظارها، وباذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب ويجعلك دايما كريم في حياتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انزل واكتبها بنيه قضاء حاجتك وباذن الله ربنا يقضي لك حاجتك. وما تنساش تدعم الفيديو بتاعك باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب. اللايك بيرفع الفيديو بتاعك يا برج الثور، وبهتم جدا بفيديوهاتك وبهتم جدا بقراءاتك. ونشوف مع بعض ايه الطاقه الايجابيه اللي عندنا بالصوره اللي هنفتحها. صوره ابراهيم، بسم الله. صورة إبراهيم يا برج الثور. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الفترة دي هي فترة ركودك لتوصل لهدفك. ركود ازاي؟ الله اعلم، بس انت عندك ركود عالي جدا علشان توصل للهدف بتاعك. عندك تحقيق حلم، تحقيق امنيه، تحقيق هدف، عندك نور من بعد الضلمه اللي انت فيها، عندك طاقه ايجابيه، عندك خير في حياتك، وعندك حسن حظ بالله باذن الله. كمان الفتره دي هي فترتك انت، فترتك انت ان انت دايما بتحمد ربنا عن كل حاجه، دايما بتقول يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انا محتاجك ان انت تكون واقف جنبي، او تكون يعني في كده طاقه تانية. انتوا دايما بتتعاملوا بتلقائيه، دايما بتتعاملوا كده بمحبه مع الاخرين، ما بتعرفوش الخيانه ولا النفاق، ما بتتصنعوش ان انتوا تتعاملوا مع حد. في حد ظلمكم، دخل حياتكم ظلمكم وعمل لكم اذى، بس انتوا متالقين بفضل ربنا. عشتوا في ايام فيها عذاب، عشتوا في ايام فيها ظلم من الاخرين اللي دخلوا حياتكم، بس الايام دي ما بقيتوش زي الاول، تغيرتوا 180 درجه وبتتعاملوا بشكل مختلف. عندك غريزه كده المحنه، حنين جدا على الاخرين، حنين جدا على الناس اللي في حياتك. على قد الغدر اللي انتوا عشتوا فيه وعلى قد الظلم، عندكم طاقه ايجابيه وعندكم فرج باذن الله. كمان البعض منكم عنده ملل بشكل كبير جدا من الخذلان، من الكلام السلبي، من العراقيل، من الخمول والكسل اللي عندكم. حسن حظكم بالله ده بيخليكم تطلعوا من كل حاجه، ودايما بيجعل لكم في كل خطوه سلامه، ربنا هو الرازق. عندكم طاقه ايجابيه حلوه جدا، بس انتوا الايام دي حاسين ان انتوا عندكم سحر، حاسين ان انتوا عندكم في توتر وفي حيره. الفتره دي كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم طاقه، والطاقه دي هتخليكم تكتشفوا ناس على حقيقتها، وطاقه ايجابيه. كمان انتوا هنا بتتعاملوا كده بتلقائيه زي ما قلت لكم، بتتعاملوا كده بحدود بينكم وبين الاخرين. دايما اي حد بيطلب منكم حاجه انتوا بتساعدوه على طول، وده اكبر غلط ان انتوا بتتعاملوا مع الاخرين بمحبه، وده غلط ليكم انتوا جدا. عشان كده انتوا عندكم طاقه سلبيه، وبلاش تكون تلقائيه مع الناس الاخرين. عندكم تواصل مع حد، والتواصل ده هيكون حلو جدا وهيفرحكم. ضحكتكم جميله، ضحكتكم منوره وكل حاجه، ربنا هيبارك لكم جدا في الايام اللي جايه. عندك نور من بعد الظلمه اللي انت ماشي فيها، ومن بعد الطريق اللي انت ماشي فيه حرفيا، ربنا هياخد بايدك وهيحسن بحياتك. انت كمان هنا بسم الله ما شاء الله، عندك حد متوفي، عندك حد ميت، انت الحد ده بتدعي له دايما بالرحمه. مش عايزاك تاخد قرار في وقت يكون عصبيه ليك انت، عشان انت بتكتم جواك العصبيه، بتفضل كاتم كاتم كاتم، بس لما بتقوم بتنفجر مره واحده. فعشان كده دايما اقول لك خد بالك كويس جدا. كمان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا هينور لك حاجات كتيره جدا. انت بتصلي وبتقرا قران يعني رميت حمولك كلها على ربنا الفتره دي بشكل كبير جدا، يعني انت ما بقتش تفكر في اي حاجه، بس دايما مخدوعين، دايما مجروحين
من الأشخاص اللي انتوا بتقولوا عليهم دول مستحيل يكونوا عكس الناس اللي في حياتنا، دول أكيد ناس مميزة، بالعكس انتوا بتتخدعوا وبتتظلموا من الناس دي. كمان انتوا هنا عندكم دقة في التعامل في كل حاجة، بس انتوا يعني الخذلان ده خليكم ساكتين من اقرب الناس ليكم، صبرتوا لحد ما صبركم حاسين ان هو نفد، حاسين ان صبركم خلص. حد هيجي ويبشركم بخبر حلو طال انتظاره. عندكم هنا حرف الواو، حرف الميم، حرف النون، حرف الهاء، دول بيدوك طاقة سلبية، دول بيأذوك، دول بيتعبوك في ورا ظهرك. كمان انتوا ناويين تبيعوا، ناويين تشتروا، في بيع وشراء عندكم، بسم الله ما شاء الله عليكم. اخيرا ربنا هياخد لكم حقكم الفترة دي من ناس كتيرة جدا ظلمتكم، من ناس فعلا وقعت عليكم الظلم اللي في حياتكم ده. عندكم شفاء من اي طاقة سلبية، عندكم شفاء حتى من سحر، لو انتوا عندكم طاقة سلبية عندكم شفاء بإذن الله. وعندكم امور، بس بالكم مشغول الفترة دي بالدراسة، بالكم مشغول جدا بتعليق الورق اللي متعطل بقاله مدة، بالكم يعني مشغول بورق عاطل عندكم بقاله مدة. انتوا كشفتوا ناس كتيرة جدا على حقيقتها، كشفتوا ناس كتيرة جدا، عرفتوا الناس دي عايزة منكم ايه، الناس دي بتخدعكم ليه، الناس دي ايه اللي بينكم وما بينها. عندكم قضية هتربحوها بإذن الله، والقضية دي هتكون مع أبراج ترابية، ممكن هتربحوها وهتكسبوا القضية، وممكن كمان الفترة اللي جاية دي ترجعوا فلوس ليكم بغايبة عنكم، ترجعوا فلوس عنكم بعد عنكم، الله أعلم. انتوا عندكم رجوع حق الفترة اللي جاية، عندكم انتصار، بس احسنوا الظن دايما في الله، علشان طول ما انتوا بتحسنوا الظن بالله طول ما انتوا ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان انتوا هنا انتوا هتتعصبوا، حد هيفضل يهدي فيكم ويقول لكم ما تتعصبوش، اهدوا شوية اللي انتوا فيه ده غلط، هيفضل ياخد بيتكم بمعنى اصح، ويفضل يديكم طاقة ايجابية. انتوا بدأتوا تتفتحوا، بدأتوا كده تبصوا للحياة بشكل مختلف، الحياة بدأت تعلمكم، الحياة بدأت تديكم الحياة، اي نعم انتوا خدتوا من الحياة كتير جدا، بس الحياة بدأت يعني تتعامل معاكم بشكل كبير، وعشان كده انتوا عندكم تحسنات الفترة اللي دي على جميع الأصعد عندكم. ليه؟ علشان انتوا حاسين بطاقات سلبية، والطاقات السلبية دي عاملة لكم كذا اكتر من عراقيل، بقالكم اكتر من سنة، بقالكم يمكن يدي 5 6 سنين 7 سنين، عندكم رقم 8، الرقم ده ليكم صلة بيه. اتاكل حقكم، اتاكل نصيبكم من ناس كتيرة جدا من بعد وفاة حد، او من بعد ما الطمع زاد شوية. الفترة دي هيكون عندكم شك رهيب جدا، حد هيوصلكم رسالة وانتوا هتمسكوا الرسالة دي، هتفضلوا تمشوا وراها لحد ما توصلوا للي انتوا محتاجينه. عملتوا خير كتير جدا وما تمرش في ناس كتيرة، وعشان كده انتوا برضو مش ندمانين على الخير اللي انتوا عملتوه. انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا متأكدة انه في يوم من الايام ربنا هيجيب لي حقي من كل اللي ظلمني وكل اللي قصر بخطئي. كمان انتوا هنا مستنيين حاجات كتيرة جدا تحصل لكم بأي طريقة. في حد عندكم حظ قليل، حد عندكم الحظ بتاعه مش ماشي معاه ابدا، عنده كده طاقة سلبية، دايما عنده خذلان بيتخذل. انتوا عندكم حد بيحبكم جدا، حد عايز مصلحتكم فعلا، حد يعني عندكم ست بتحبكم جدا، عايزة مصلحتكم، عايزة دايما تكونوا انتوا في طاقة ايجابية. كمان انتوا هنا حاسين انه في اشياء غريبة بتحصل لكم في جسمكم، حاسين انه شعركم بيقع، حاسين انه جسمكم في النازل، ناس كتيرة جدا اذتكم، في واحدة ست كبيرة اذتكم، محبت لكم للخير، ممكن يكون من اسمها حرف الميم، انتوا بتدعوا عليها دايما، بتقولوا هم كانوا سبب في حالتنا النفسية، فعشان كده قررتوا ان انتوا تشوفوا حياتكم بالشكل الايجابي. كمان انتوا هنا مقدمين على حاجة خير، مقدمين على حاجة يعني في طاقة تانية خالص، مقدمين على كذا حاجة فيها خير ليكم. كمان انتوا هنا في حاجات راحت من عليكم، حاجات انتهت، في بلوك هيتفك، البلوك ده اللي هيتفك انتوا هتاخدوا قرار حاسم عندكم. كمان انتوا هنا مسافرين او ناويين على سفر، رقم 3 ده رقم مميز عندكم. كمان في قلب وجعكم، القلب وجعكم ده مازال بينزل،
ما زال في وجع كده وفي حيرة، صبرتوا كتير على حاجات كتيرة جدا، لدرجة ان انتوا ربنا هيجعلكم الفترة اللي جاية دي خطواتكم جميلة، بس انتوا هنا في حد ما حصلش بينكم نصيب وزعلتوا جدا، علشان انتوا كنتوا بتحبوه، يعني انتوا يعني في حد كنتوا ناويين على فتح اسم بينكم، او خلاص ناويين ان انتوا تمشوا في طريق الخير، وبالفعل حصل عراقيل وحصلت مشاكل. كمان انتوا هنا في حد هيجمعكم على خير بإذن الله، في تجمع عندكم حلو جدا. انتوا في يعني انتوا بتكلموا حد او في تواصل مع حد وانتوا خارج البلد، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تقدير حلو، عندكم طاقة إيجابية. انتوا هنا خسرتوا اي نعم حاجات كتيرة جدا، بس الفترة دي في طاقة إيجابية، ما تقلقوش كل حاجة مكتوبة لكم، يعني ما تزعلوش على حاجة، انتوا دايما كل حاجة مكتوبة لكم من عند ربنا، بس انتوا بلاش تفضلوا كده ماسكين الطاقة السلبية في حياتكم. انتوا عندكم حمد لربنا الفترة اللي جاية، علشان الحمد لربنا ده هيكون طاقة إيجابية ليكم وهيكون خير ليكم. انتوا ما تزعلوش خالص من اي حاجة، انتوا حاولوا بقدر المستطاع تستغفروا، لو عليكم ذنب ابعدوه عنكم، اطلعوا حاجة لله، صلوا، قربوا، اعملوا الحاجات الإيجابية. ليه؟ علشان انتوا في ناس كتيرة جدا اكل حقكم، بس انتوا ما شاء الله عليكم برضو ما بقاش فارق معاكم حاجات كتيرة جدا، يعني في ناس كتيرة جدا انتوا طلعتوها من حياتكم، عندكم دعاء مستجاب ليكم، الدعاء المستجاب ده ربنا هيسخر لك فيه حاجات كتيرة جدا. انتوا ماشيين في طريق، والطريق ده حاسين ان هو مش طريق خير، بالعكس الطريق ده خير جدا ليكم، الطريق ده هيكون ليكم راحة، هيكون ليكم طاقة، هيكون ليكم خير، هيكون ليكم هدف، هيكون ليكم ازدهار بالنفس. البعض منكم عنده علاقة تعباء جدا، عنده علاقة حاسس ان هو عايز يطلع منها، حاسس ان هو عايز يمشي، حاسس ان هو عايز يهاجر، حاسس ان هو مهما يعمل مفيش اي طاقة يعني عملاء، حاسس ان هو عنده دفعة لقدام بأي شكل، حاسين ان الدفعة دي مواخداكم في الرجوع لورا، وده اكبر خطأ ليكم. عندكم مجال حلو جدا، المجال ده هيتفتح قدامكم، هيديكم طاقة ايجابية وهيفرحكم قوي الفترة دي. انتوا عندكم علاقة هنا، العلاقة دي ما زالت موجودة، عندكم شخص منافق كذاب انتوا بتحبوه جدا، بس هو الشخص ده مش حلو خالص، دايما بيوزع عليكم العذاب، دايما بيوزع عليكم الظلم، وانتوا من كتر حبكم فيه بتتعاملوا برضو معاه بحسن النية، بس التعامل بدأ يشد بينكم، بس برضو ما زال بتتعاملوا معاه. حاسين ان انتوا زهقانين الفترة دي، وبدأتوا تشكوا عن الصبر اللي انتهى، بدأتوا تشكوا عن حاجات كتيرة جدا غريبة في حياتكم. كمان انتوا هنا في حاجات غريبة بتحصل معاكم، حاجات كده مش عارفين تفسير ليها، حاجات كده يعني مستغربين ايه اللي بيحصل معايا ده، في ايه؟ عندكم قعدة حلوة، وعندكم عزومة بعد كام يوم، عندكم كده قعدة جميلة هتقعدوا هتتكلموا هتتعاملوا مع الاخرين بطريقة كبيرة بطريقة رهيبة، عندكم رزق، الرزق اللي جاي لكم ده ربكم هيبشركم بيه من حيث لا تحتسب، بس انتوا ما تقلقوش خالص من اي طاقة مؤثرة عليكم، من اي حد ممكن يضحك عليكم، انتوا بسم الله الطريق بتاعكم نور، الطريق بتاعكم فرحة حلوة جدا، الطريق بتاعكم طاقة ايجابية، فرج حلو وخير ليكم انتوا ولحياتكم، بس بلاش الالم. انتوا يعني هيبقى عندكم اكتفاء ذاتي في كل التعامل، اكتفاء ذاتي بكل حاجة في حياتكم. ليه؟ علشان انتوا دايما بتميزوا نفسكم في لبس، في كلام، في طريقة، في حياة، دايما بتتميزوا كده. مين الشخص اللي عندكم دايما بيخيب امالكم؟ شخص كده مش عارف يرسى على قرار، مش عارف ياخد حاجة في حياته، يعني انتوا حاسين ان الشخص ده في عالم وانا في عالم تاني، الشخص ده في حاجة وانا في حاجة تاني، الشخص ده بيعرف جدا يوزع عليكم طاقة سلبية، بيعرف ازاي يخليكم انتوا تقفلوا على نفسكم باب، تقعدوا مع نفسكم كده وما بتتعاملوش مع بشر، فعشان كده انتوا عندكم دعوة مستجابة، عندكم خير بإذن الله،
كمان انتوا هنا بداتوا تشكوا همكم لاب، بداتوا كده تشوفوا الشخص الحد اللي انتوا بترتاحوا معاه في الكلام وتشكيلوا الهم بتاعكم، او تشوفوا انتوا حياتكم ماشيه ازاي. كمان انتوا هنا عندكم علاقه ايجابيه، العلاقه الايجابيه دي هتخليكم انتوا منصورين جدا الفتره اللي جايه، وهتخليكم انتوا اصحاب قرارات عظيمه في حياتكم. في كمان شخص اذاكم، الشخص اللي اذاكم ده عايز يجوا يتاسف لكم، بس انتوا مساكتين. عندكم نصيب حلو جدا هيتفتح قدامكم، النصيب اللي هيتفتح قدامكم ده هيكون خير. مين الشخص العنيد؟ الشخص اللي ما بيحبش حد يمشي عليه كلام ابدا، مهما يعني يعمل ما فيش. انتم الشخص ده ساكتين معاه بشكل كبير جدا. كمان انت النور اللي هينور حياتكم ده هيخليكم انتم اصحاب قرارات حكيمة، اصحاب قرارات عظيمة، اصحاب كده عزيمة في قوة جواكم. انتوا عندكم كذا طريق مفتوح، عندكم كذا خير قدامكم. البعض منكم ناوي على السفر، البعض منكم ناوي على خروج من محنة، خروج من ضيقة، خروج من حاجة مضايقة، الله اعلم. بس انتوا عندكم خروج من كذا حاجة سلبية الفترة دي. انتوا حاسين بالضعف، حاسين بالخذلان، حاسين بالطاقات اللي مأثرة عليكم انتوا. وزي ما قلت لكم انتوا عندكم شك في حاجة معينة وشغالين عليها. اقول لكم ان شكوكم صح، الشك اللي انتوا شاكين فيه او الحاجة اللي انتوا عايزين فيها هي صح، عشان كده انتوا بتعانوا ان انتوا مش قادرين تستوعبوا او قادرين تفهموا ان اللي انتوا حاليا فيه صح، وده مأثر عليكم انتوا بسلبيات بشكل كبير جدا. في كمان هنا رسالة، الرسالة دي هتجيلكم من حد بعيد عنكم. ممكن يكون الرسالة دي او الخبر ده خبر حمل يخص اطفال، يخص بنين، يخص كده اطراف ليكم انتوا، بتديكم طاقة ايجابية. كمان اقدر اقول ان انتوا الفترة دي هتواجهوا مواجهة كبيرة جدا، وهتطلعوا منها انتوا كسبانين. انتوا في كل الايام اللي جاية دي بقالكم مكاسب، او في مكاسب متعلقة عندكم هتقع عليكم باذن الله بالايجابيات. كمان انتوا هنا في طبطبة عليكم، الطبطبة دي هتكون عظيمة ليكم وهتديكم بشر كده خير حلوة جدا جدا جدا. انتوا مريتوا بكتير من العذاب لدرجة ان انتوا ما بقيتوش مستحملين اي ضغط نفسي، ما بقيتوش مستحملين اي حاجة. البعض منكم عنده اكتر من عكوسات، عنده كذا عكوسات في حياته. البعض منكم كل ما بيقول هانت بيرجع اسوأ مكانت، وده بليه؟ بسبب الطاقات اللي متوزعة عليكم، بسبب العراقيل اللي كانت عندكم في حياتكم. بس انتوا هنا بتحمدوا ربنا، عندكم تحديد مصير بشكل كبير جدا، واكبر خبر هتسمعوه الفترة دي هيكون خبر ايجابي ليكم، وهيكون طاقة ايجابية ليكم. بس العقل عندكم بيودي ويجيب، العقل الباطل عندكم بيوديكم ويجيبكم في حاجات كتيرة جدا. انتوا عندكم تجديد في حاجات، انتوا انفصلتوا عن الشريك بسبب الكلام السلبي، وبسبب الاسحار اللي كانت بتتعمل للشريك مش ليكم انتوا. انتوا مفيش اي حاجة بتتعمل لكم، هو الشريك الطرف التاني كان دايما معمول له سحر، وكان دايما معمول له عراقيل، وعشان كده دايما خدتوا قرارات حاسمة، قعدتوا مع بعض حسيتوا ان انتوا مش هتتفقوا، حسيتوا ان انتوا في شكاوي كتير بينكم، مفيش اي استقرار في اي حاجة، فقررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف وتبعدوا عن اي طاقة مؤثرة عليكم او اي طاقة فعلا ملازماكم في اي حاجة. وعشان كده انتوا زي ما قلت لكم عندكم حسن حظ بالله، وطول ما انتوا عندكم حسن حظ ربنا هيكرمكم وهيبشركم وهيجعل لكم في كل خطوة سلامة الفترة اللي جاية. ليه؟ علشان انتوا دايما اصحاب حق، دايما اصحاب عزيمة، دايما اصحاب قوة، دايما اصحاب كده شخصية بتعرفوا تتعاملوا جدا مع اللي قدامكم، وفي نفس الوقت بتعرفوا تكسبوه وتجيبوه لصفكم. لسانكم جميل جدا، بس لما بتتعصبوا ما بيبقاش عندكم يما ارحميني، مجرد ما اتعصبتوا ومجرد ما بتلاقوا كل اللي بيتكلم سكت. ليه؟ علشان انتوا من الاشخاص اللي بتفضلوا ساكتين 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 وكاتمين في حاجات كتيرة جدا، وطول ما انتوا كاتمين وساكتين بتلاقوا بعض الالم عندكم عمال يزيد، والتفكير وربط الاحداث ببعضها. وانتوا ما شاء الله ممتازين جدا في ربط الاحداث، بتربطوا احداث ببعضها بتطلعوا نتيجة رهيبة جدا، بتطلعوا نتيجة انتوا مش فاهمين الوضع ده جه ازاي وايه اللي حصل، ولا فاهمين اي تفسير لاي حاجة.
بس بمجرد ما بتطلعوا النتيجة دي انتوا كده بتكونوا ساكتين خالص وبتتعاملوا بقى بحذر، وطول ما انتوا اتعاملتوا بحذر مع حد يلا السلام كده انتوا يعني ممكن تقتلوه خالص، ممكن انتوا يعني انتوا مشكلتكم لما بتشكوا في حد بتفضلوا وراه تربطوا احداث وتكتشفوا وتفضلوا كده تدوروا لحد ما تجيبوه، وبمجرد ما بتدبوه او تلاقوه او تمسكوه خلص الكلام وانتهى الامر واموركم اتظبطت باي طريقة وباي مختلف بشكل كبير جدا. فبلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش التوتر وبلاش الضغط النفسي اللي عليكم، علشان زي ما قلت لكم طول ما عندكم ضغوط نفسية طول ما عندكم ألم وحيرة وتوتر، والحيرة والتوتر دي مأثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا. عندكم حد فعلا بيحبكم بيحب دايما يطبطب عليكم بيحب دايما يكرمكم من النعمة اللي عليه، بس انتوا بسبب ان انتوا مش شايفين اي حاجة في حياتكم فده بيدل ان انتوا عندكم ضغوط نفسية وعندكم توتر وحيرة. بس ربنا عارف قد ايه انتوا اتأذيتوا وعارف قد ايه انتوا تعبتوا، انتوا اتظلمتوا في حاجات كتيرة جدا ومازال موجود، البعض منكم مقدم على شغل ولسه ما ردوش عليه، البعض منكم مقدم على حاجة معينة ولسه ما حدش كلمه، البعض منكم كل شوية يبص في تليفونه مستني رسالة مستني مكالمة مستني حاجة تخص التليفون. الفترة دي هي فترة اهدافكم انتوا كلها، ليه؟ علشان انتوا الكوكب بتاعكم هيكمل الفترة اللي جاي، وبمجرد ما هيكمل الكوكب بتاعكم بمجرد ما انتوا هتلاقوا دعم حلو جدا في حياتكم وهتلاقوا طاقة معينة هتتوزع وهتخرجكم من الظلم النفسي اللي في حياتكم. وزي ما قلت لكم انتوا ماشيين على الصراط المستقيم ماشيين على ماشيين جنب الحيطة، ما بتحبوش الأذى ولا بتحبوا الظلم، بس اللي بيتكلم عليكم ولا اللي بيأذوكم بتحطوه في لا اما بلوك لا اما بتبعدوه عن حياتكم نهائيا، وممكن ما تأذوهوش بس مرة في مرة في مرة بتمسكوه ممكن تقتلوه خالص، وممكن ان انتوا يبقى تحسوا ان هو شهيد على نفسه. انتوا فعلا عندكم الميزه دي، بتفضلوا ساكتين لحد ما يعني خلاص تنطلقوا مره واحده، بمجرد ما انتوا انطلقتوا بمجرد ما انتوا ممكن تخسروا اي حد من غير ما حتى تفكروا ولا تترددوا ولا تتكلموا باي طريقه. الكلام عندكم ايجابي، الحياه عندكم جميله، الطاقه بتاعتكم حلوه جدا جدا، بتتوزع عليكم في دعم حلو في اخبار حلوه في حصدا تاما لايام انتوا عشتوها الفتره دي. كمان البعض منكم هنا عنده خبر متعلق بيه هو شكليا، خبر متعلق بانتصاره، خبر متعلق بالهدف بتاعه، الخبر في خبر كمان متعلق بتحقيق حلم بتحقيق اهداف بتحقيق اشياء هو حاططها بباله. انتوا زي ما قلت لكم عندكم خروج من محنة وخروج من دي او خروج من كتلة كان السبب الرئيسي في المشاكل بتاعتكم، المشاكل بتاعتكم دي مازالت موجودة والعذاب مازال بيذبح فيكم، وعشان كده انتم مقررين تقفوا على ارض صلبة الفترة دي بأي طريقة، ومبقاش يفرق معاكم اي حد ولا يهمكم اي حد، الطريق قدامكم مفتوح والحصدن التمن اللي عندكم بسم الله ما شاء الله، وزي ما قلت لكم وشكم هيبقى فيه نور من بعد الظلمة اللي انتم عشتوها ومن بعد الكسل والحيرة والتوتر. عندكم ضيق في الصدر، صدركم بيضيق، الخنقة والضيقة ومش قادرين تاخدوا نفسكم بتجيلكم من غير اي سبب، رغم ان انتم متألقين وواثقين في كل خطواتكم ودايما بتتعاملوا بما يرضي الله مع الاخرين، بس صدقوني محدش بيتعامل معاكم بما يرضي الله زي ما انتم فاكرين، الناس هنا بتحقد عليكم وبتأذيكم وبتظلمكم، بس انتم مفيش الكلام ده ومبقاش فارق معاكم اي حاجه، بقى عندكم شكر لله فقط لا غير، وعندكم نذر انتم هنا بتحاولوا توفوا بيه باي طريقه، علشان زي ما قلت لكم النذر ده مجرد ما توفوا بيه ومجرد ما ربنا هيكون كريم جدا عليكم علشان هيحس قد ايه انتم وفيتوا باللي عليكم. فبالتالي لو عليكم اي حاجة عيدوا حساباتكم وفكروا كويس جدا، محدش يعلم الغيب الا ربنا، بس ربنا بيديكم الطاقة الايجابية وبيديكم البشر السارة اللي تجعلكم من الصالحين، فعشان كده انتم مقررين تشتغلوا وتعفروا وتجاهدوا، دماغكم كمبيوتر ما شاء الله عليكم ودايما محسودين في مجال شغلكم، الحسد ووجع الدماغ والضيق والخنقة بتجيلكم من مجال الشغل مش مجال العاطفة، العاطفة كده كده في شوية عراكيل عندكم بس بإذن الله الفترة اللي جاية هتتحل، وانتوا كده كده عايشين بما يرضي الله في الحياة العاطفية، بس في مجال الشغل في ناس غيرانه منكم وفي ناس بتحقد عليكم وفي ناس مش حابالكم زي ما قلت لكم الخير. عندكم شويه ذكريات مؤلمه شويه ذكريات كده بتألمكم قوي بمجرد ما بتفكروا فيها، فعشان كده قررتوا ترموا الماضي ورا ظهركم وتستحلوا بالايام اللي جايه، وبلاش ابدا الخوف من المستقبل بالطريقه الرهيبه اللي انتوا حاطينها في بالكم، المستقبل بتاعكم هيكون جميل باذن الله. اتمنى لكم السعاده والهنا والرزق والتفاؤل، واتمنى لكم كل ما هو جميل، ربنا يجعلكم من الصالحين الفتره اللي جايه ويجعلكم دايما مبشرين من اهل الجنه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى.
خلي دايما بقى اعصابكم هاديه، بلاش العصبيه بلاش الحيره، ربنا هيشفي لكم المرضى اللي عندكم وهيشفيكم انتوا كاشخاص معينه، انتوا شايلين الهم بقالكم مده كبيره جدا، فان شاء الله باذن الله ربنا هيكبر بخاطركم. لو عجبتكم القراءه ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وانزلوا قولوا لي ايه اللي انطبق عليكم من القراءه بتاعتنا.